نصبح عليكم جميعا وكذلك على المشاهدين لقناة سما دبي. في هاي الدورة 172 دولة تشارك للكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية، ومشاركة دولية قياسية من قبل كبرى الشركات المتخصصة العالمية في قطاع الصناعات الإعلامية. للحديث أكثر عن هذا الحدث معنا ضيف، خلونا نتعرف أكثر عن مشاركته في هاي الدورة. أهلا وسهلا فيك عليا، المحامية عليا العامري، سفيرة للكونغرس العالمي للإعلام، خبرينا أكثر عن هذا الحدث. والله نحن مشاركين كسفراء للإعلام في المؤتمر هذا. العام الماضي شاركنا كضيوف، السنة هذه جينا نغطي هذا الحدث الكبير العالمي الذي يعني يمثل دولتنا، ونحن فخورين في العام الماضي استفدنا الكثير منه، والآن جايين نشوف آخر تطورات العالمية اللي في الإعلام. طبعا اكيد في افكار مميزه وفي اشياء جديده بتنطرح في هذا المؤتمر، لان السنه هذه زادت نسبه الدول 172 دوله، يعني اكثر من 800 اعلامي ومؤثر من العالم كله، فاكيد ان في اشياء مميزه بتنطرح، وان شاء الله ان نستفيد منها ونكتسب خبرات وتعارف مع الاطراف الاخرى المشاركه. أهمية هذا الحدث في دورته الثانية؟ والله أهمية كبيرة، هذا الحدث عالمي يعني كبير. العام احنا شاركنا وكانوا بادين في طرح البودكاست، فطبعا طبقناه في أعمالنا، في لقاءاتنا، في الإيفنتات اللي نحن نسويها على مستوى الدولة. أكيد أنه في طرح جديد نحن بنستفيد منه من خلال المؤتمرات والإيفنتات اللي نحن نسويها. شكراً للمحامية عليا العامري، سفيرة للكونغرس العالمي للإعلام. عودة إلى الزملاء في الاستديو.